متن المنظومة البيقونية. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثله أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبغم ما فيه راوي لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقاطع الأوصال، والمعضل السقيط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقيطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف ساند أو متن مضطرب عند أغير الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتقي، متافق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتالف متافق الخط فقط، وضده مختالف فخشى الغلط، والمنكر الفوز به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت. الله 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 الله.
تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان. كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان. إن الله تعالى خلق العرش. إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته. ولم يتخذه مكانا.